نعم. شيخنا حفظك الله، بعض طلاب العلم يحس أنه إذا اعتزل الناس أنه يزداد إيمانه، يترقى في درجات الصلاح، وأنه إذا خالط الناس يضعف إيمانه، فيشكل عليه، هل يخالطهم مع ضعف الإيمان أو يعتزلهم مع ازدياد الإيمان وارتفاع في درجات الصلاح؟ نعم. هذه أسئلة. يقول إن بعض الناس إذا اعتزل الناس قوي إيمان ورغبته في الخير، وإذا خالطهم غفل ولها، فأيهما أفضل؟ نقول إن كان هذا الرجل معه علم ينفع به الناس ويرشدهم، فاختلاطه بالناس أولى. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. أما إذا كان رجل عاديا لكن انعزاله في انعزال عن الناس أخشع له وأقوم لعبادته، فليفعل، لكن لا ينعزل عن أهله لأنه مسؤول عن أهله. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. لا، عنده علم يجب يبذل العلم، ويجب عليه أن لا ينفر. سبحان الله، نسمه عاقل، ابذل العلم وانشر العلم ولا تنفر.